الانتخابات ان شاء الله تكون نزيهة ورئيس يكون البلاد خير والوفود راه توافد ان شاء الله والشعب راه فرحان بالانتخابات هذه وان شاء الله يكون عندنا امل رئيس الجديد للجزائر الجديدة. الحمد لله راك تشوف العملية انطلقت الان في هذه اللحظة وهذا عرس الجزائر. الدليل على هذا وراك تشوف يعني ولادنا وشبابنا ومواطنينا راهم يعني واجدين وحاضرين وهذا من اجل هدف واحد وهو الجزائر لا اكثر ولا اقل. راك رايح.